بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اليوم غادي يكون الدرس ديالنا اليوم الدرس الطلب. كما كتشوفوا نجيو لهاد كنضربوا في الغرزة هنا. بعد ما ضربنا الغرزة كنضربوا في الغرزة الجهة اللي قدامها هاد اتجاهنا كنضربوا في الغرزة هنا كنمشيو للجانب ديالها. ها هو الجانب هنا كنضربو هنا الغرزة نجيو لهاد الجانب هذا كذلك كنضربو هنا هادي كنمشيو للجانب الآخر كما تشوفوا الخيط كيكون من التحت بهاد الطريقة هادي. كنبقاو غادي من نفس الخدمة الأولى حتى كنوصلو لراس الورقة. كنجيو نديرو هاد الطريقة هادي نسدو الورقة نفس الخدمة. من بعد ما سالينا الورقة طل كما شفتو كنجيو نديرو الغصن ديال الورقة بهذا الشكل هذا. كنبداو بهذه الطريقة هذه كنشدو الخيط الطريقة كنشدو بهذه الطريقة هذه كنضربو هنا كما تشوفو كنجيو بهذه الضربة كنضربو كذلك حتى كنكملو الغصن ديالنا. من بعد كندخلو نديرو نزوق الورقة بهذا الشكل يكون اختيار. يمكن يكون زوقوها بالعقيق على حسب كنديرو فيها تخدم بالصبرة. هاد الخدمة هادي يمكن تخدم بالصبرة يمكن تخدم الخيط ديال الطاز الفاسي. المهم كتبغي الألوان. كنكملو الورق ديالنا طريقة حتى كنوصلو فهاد النتيجة هادي. بعد كتولي عندنا هاد النتيجة ديال الدرس ديال الطل كيجي من التحت. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم. انتظروني فيديو قادم ان شاء الله.